ارتفع عدد ضحايا فاجعة انقلاب حافلة لنقل المسافرين ضواحي مدينة الراشدية جنوب شرقي المغرب إلى 17 بعدما جرفتها سيول فجائية لم تشهدها المنطقة منذ عقود. وتواصل السلطات المغربية عملية البحث عن 8 مفقودين معظمهم أطفال مستعينة بالمروحيات والزوارق المطاطية في وقت لازال يركض فيه 26 آخرون في المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. أصبحت أثرا بعد عين، كانت تقل 49 راكبا جرفتها سيول غادرة فكان مصيرها قعر الوادي. 17 قتيلا و26 جريحا، والبحث لا زال جار عن 8 مفقودين. فين داينا؟ فين داو تيقولنا سكتوا علينا؟ واش بغى يقتلنا؟ وخاصو البوليس. الصغير مازال ما تيقرا، والكبير طالع 9، وشكون غادي يعوض الكبير؟ نبقى بوحدي. تهور واحد السائق اللي الناس كيقولوا له حبس حبس، راه الواد فين غادي؟ فين غادي حنا في هذا الشيء كامل؟ كتوقع الحادثه الاولى ونسكتوا، الحادثه الثانيه ونسكتوا، حتى لين؟ حتى نموتوا كاملين؟ هي حرب يخوضها المغرب هذه الايام ضد الطبيعه، فيضانات وسيول فجائية تسببت في خسائر بشرية ومادية فادحة، سيول لم تشهدها مناطق جنوبي المغرب منذ عقود طويلة. إذن فيضانات غير مسبوقة هنا بالمنطقة ديال الرشيدية، بالخصوص في وادي الدرمشان، أدى إلى جرف واحد الحافلة ديال النقل العمومي. هذا الحدث المأساوي مع الأسف خلف ضحايا تقريبا الى حدود الساعه، يعني فنعطيكم تصريح حادثه وصلت الوفاه 17 شخص بالاضافه الى 29 جريح. فرق الانقاذ تواصل عمليه البحث عن المفقودين وسط مخاوف من فيضانات وسيول جارفه فجائيه جديده، خاصه في ظل النشرات الانذاريه للارصاد الجويه التي تتوقع مزيدا من الزخات المطريه. تعبئة شاملة للإمكانيات البشرية واللوجستية الحكومية من أجل البحث عن المفقودين، عمليات بحث استعملت فيها المروحيات والقوارب المطاطية في فاجعة تأتي على بعد أقل من أسبوعين على فاجعة ملعب تيزيريت ضواحي تارودانت وحادث طمر سيارة لنقل الركاب بمنطقة الحوز. كريم القرقوري، العربي، الراشدية، جنوبي شرق المغرب.